يا جماعة دايما الجمارك زحمة زحمة يا دنيا زحمة. جمارك زحمة؟ جمارك ايه يا ابني؟ احنا داخلين على محل. المهم يا جماعة ان انا جبت الصندوق العجيب دوت من مكتب العمل مكتب من مكتب الشحن. المهم يا جماعة ان الصندوق ده وصل لي وخلاص، مكتب العمل، مكتب الشحن، مكتب الجمارك. ما يشغلناش. قلت لازم افتح الصندوق ده معاكم. ده صندوق ليد يا جماعه من شركه جيمسير جي 4 برو. طبعا هنعرف كل مميزاته يا جماعه في الفيديو ده. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ كل عام وانتم بخير يا رب. معانا النهارده فيديو جديد، فيديو مميز هنفتح فيه صندوق. يلا بينا مع بعض نشوف الفيديو الجامد ده. اهو يا جماعه، هو ده الصندوق العجيب من بقول الكماركه. المهم ان هو ده الصندوق بتاعنا، عايزين نفتحه دلوقتي مع بعض. خلينا اوريكم اللوجو بتاع الشركه، شركه جيمسير يا جماعه. اللوجو بتاعهم رهيب بصراحه. يلا عايزين بس نفتح الكرتونه. الكرتونه طبعا عشان تفتحها تقيله، انا حاولت ان افتح الكرتونه بصراحه ما عرفتش افتحها، فاحنا عايزين حاجه حاده عشان نفتح الكرتونه. والله ما هتنفتح كده، لازم نجيب حاجه حاده. ايوه طبعا دوت هيكفي الغرض وزياده. لازم نفتح كده وبالراحه يا جماعه عشان ما نتعورش، بالراحه زي كده بالظبط. نفتح الكرتونه من فوق الاول عشان نعرف نفتح من تحت. يلا يفتح الجنب الثاني ونفتح الجنب ده كمان. ايوه بالراحه يا كابتن، بالراحه. ايوه تمام كده فتحنا الكرتونه بتاعتنا يا جماعه، وهو ده المنتج الرهيب بتاعنا. ووو شكله رهيب، والله ما كنت متوقع ان الشكل بتاعه يكون كده الكرتونه. خلينا نشيل الكيس ده يا جماعه، اركن الكيس ده. اوكي واو رهيبه بصراحه، الشكل تحفه بتاع الكرتونه. اوه والله فعلا الكرتونه فخمه. خلينا نشوف الكرتونه من الجنب الثاني. اعتقد ان الحاجات دي بتاعه الضمان وطريقه الفتح الكرتونه والحاجات دي. ايوه ده الضمان، يمكن الضمان ده تقريبا. المهم ان احنا ما يهمناش الكلام ده، احنا عايزين نشوف المنتج. خلينا نفتح الكرتونه. واو الكرتونه اللي جوه شكلها احسن من اللي بره. واو عليها اللوجو كمان جيم سير، وشكلها حلو ولونها اسود ملوش حل. خلينا نفتح الكرتونه. هو ده يا جماعة المنتج بتاعنا، هو ده اليد او الدراع بتاع شركة جيمسير جي 4 برو. خلينا نشوفها مع بعض. اوه اليد تحفة بصراحة، شكلها حلو، الانالوج اهم حاجة، خفيف تمام كل حاجة، يعني الانالوج خفيف. الصوت ما بيعملش صوت بصراحة، ملوش صوت تقريبا. خلينا نشوف كل حاجة مع بعض، هنشوف كل التفاصيل. طلع كده الدراع من البلاستيك اللي فيه ده. اوكي خلينا نجرب الزراير كمان مع الانالوج. اوكي مفيش اي صوت تقريبا، الار 2 والال 1 كل حاجه تمام. اوكي خلينا نشوف ايه اللي في الكرتونه تاني. اه وصلت اليو اس بي، اليو اس بي ان احنا نقدر نشحن بيه الدراع او اليد، بتركبه عادي في الكمبيوتر بتاعك وبيشحن. خلينا نشوف ايه ده. واو لوجو من شركه جيمسير بصراحه، لوجو جدا مميز، شكرا. خلينا نشوف ايه ده كمان، البلاستيكه دي بتاعت ايه مش عارف بصراحه، دي استخدامها ايه لحد دلوقتي. خلينا نشوف ايه تاني موجود. اوكي ايه ده ضمان ده، وعليه لوجو جيم سير كمان. اوكي ده الضمان يا جماعه، ضمان تمام. اوه شكرا لشراكه، مش محتاجين احنا الكلام ده، بلا شكرا بلا بتاع. عايزين نشوف اي في حاجه تانية ولا اوكي فيش. خلينا بقى يا جماعه اوريكم الدراع، كل حاجه عايز تعرفها عن الدراع مكتوبه ورا. لو عايز تشغله على الاندرويد يقدر يشتغل على الاندرويد، لو عايز تشغله على البي سي يشتغل على البي سي، لو عايز تشغله على النينتندو سويتش يشتغل على النينتندو، لو عايز تشغله على الايفون يشتغل على الايفون. بصراحه دراع مميز جدا، وبسعره يعني 50 دولار يا جماعه، انتوا متخيلين؟ يعني سعره بالمصري 780 جنيه وسعره بالسعودي 187 ريال، يعني بصراحه بالنسبه لسعره ملوش حل. طبعا يا جماعه هسيب لكم لينك شراء المنتج اللي هو الجي 4 برو من شركه جيمسير في الديسكربشن، لو عايز تشتريه موجود تحت في الديسكربشن وفي الكومنتات. طبعا يا جماعه الزراير بنقدر نفكها كلها ونركبها، والزرار فيها مغناطيس وسهله مش محتاجه ان انت تضغط عليها، يعني بتركب بسرعه جدا بصراحه. خلينا نشوف دلوقتي المكان اللي بيركب فيه الموبايل. ايوه احنا دلوقتي بنطلع البلاستيك او يعني بلاستيكه قويه بصراحه، شكلها مدي على الالومنيوم، يعني بصراحه الماتيريال بتاعته قويه. خلينا نشوفها ونشوف ده ايه ده. ده الوايرلس اللي احنا هنوصله بالكمبيوتر، يعني احنا عايزين نوصله على الكمبيوتر، هنحط ده في اليو اس بي وهنشغل الدراع هيشتغل معانا على طول. طبعا ده زرار الهوم يا جماعه، زرار الهوم شكله بصراحه انيق ملوش حل، بينور اربع الوان. طبعا دي يا جماعه الالوان اللي تقدر تعرف منها انت تشغله ازاي، اللون الاخضر للبي سي، اللون الاحمر للنينتندو سويتش، اللون الازرق للاندرويد، اللون البينك للايفون، وكل حاجه موجوده في الدراع من ورا. لو جينا لفينا الدراع هنلاقي كل حاجه موجوده، وده مدخل اليو اس بي اللي تقدر تشحن منه الدراع. نيجي بقى نوصله على الموبايل، هنفتح البلوتوز عادي جدا، وطبعا هندوس زرار الاي والهوم مع بعض عشان نقدر نشغله على الموبايل، اللي هو هيدينا اللون الازرق اللي هو لون الموبايل. اللون الاحمر ده
اللي هو بتاع البطارية، يعني تقدر تعرف منها البطارية. والبطارية يا جماعة 800 أمبير. بصراحة البطارية قوية وبتاخد وقت، يعني خدت وقت معايا جدا وانا بصور وانا بجرب كل ده، وكمان الفايبريشن قوي. بنفتح البلوتوز على الموبايل طبعا بيقرأ معانا عادي بجي 4 برو. خلينا بقى نركبه. البلاستيكة كمان يا جماعة فيها جلد، يعني ما تخربش الموبايل او تجرح الموبايل بتاعك خالص، ده حاجة مميزة جدا عشان تحافظ على الموبايل بتاعك. طبعا خلينا نجرب الموبايل، يعني بصراحة حاسس ان انا مش مركبه اصلا. والالعاب طبعا بتقدر تشغل الالعاب بتاعت الموبايل، يعني الالعاب اللي عندك على البي سي اللي على ستيم تقدر تشغلها على الموبايل من ستيم لينك. طبعا الموضوع سهل جدا. الدراع الكواليتي بتاعته عاليه جدا، ما واجهتش فيه اي مشاكل بصراحه. الزراير خفيفه في ملمسها، انالوج خفيف، كل حاجه فيها جميله بصراحه. الاصوات ما لهاش اصوات تقريبا، بصراحه ما شفتش اي حاجه فيها يعني ما عجبتنيش. وبالنسبه للسعر 50 دولار يا جماعه، يعني 780 جنيه مصري تقريبا و187 ريال سعودي. تعالوا بقى نجرب الدراع بتاعنا في لعبتي المفضله عشان اثبت لكم ان الدراع شغال كويس جدا وما فيهوش اي تاخير ولا اي حاجه. طبعا انا قفلت اللعبه ومقفل نسخه الشادو منها، بصراحه لعبه بعشقها، وعشان كده يا جماعه حبيت ان انا اجرب الدراع فيها. هنشوف هنقع من على الجبل ولا لا. والدراع شغال معايا يا جماعه بشكل كويس، ما فيهوش اي تاخير، لان لو في تاخير هنقع من على الجبل، انتوا عارفين اكيد اللعبه. فهنجرب دلوقتي مع بعض. امشي يا عم جونو، امشي لو سمحت يا كابتن. واو واو واو، بصوا يا جماعه في الحته دي بقى، بصوا بصوا بص. اكس 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 اكس، ندوس اكس. اوكي دوسنا اكس. لو الدراع فيه تاخير ما كنتش لحقت وكنت وقعت، عشان كده حبيت ان انا اجرب معاكم الدراع في اللعبه دي. يلا نط. اوكي اكس اكس، اهم حاجه يا جماعه. طبعا الدراع شغال معانا بشكل كويس جدا، ما فيهوش اي تاخير خالص. اوكي خلينا بس ننط الناحيه الثانيه. تمام يا جماعه، الدراع بصراحه اكني بلعب ماوس وكيبورد، ما فيهوش اي تاخير. يعني كنت حابب ان انا اجرب لكم الدراع في فورتنايت، بس عشان ان انا العب كنترول فورتنايت بصراحه صعب شويه، لان انا بلعب ماوس وكيبورد مش متعود عليها. اوكي خلينا نطلع، انا مش شايف اي تاخير خالص، يعني اكني بلعب ماوس وكيبورد فعلا. بصراحه الدراع كويس جدا، ار 1 الار 2 كل حاجه شغاله، الانالوج ملوش اي صوت تقريبا. الزراير خفيفه جدا، وكمان ان انت تفكها عشان تنضفها وتركبها تاني بكل سهوله من غير اي ضغط، لان فيها مغناطيس قوي جدا. اوه امسكني يا جونو. طلعنا. اوه اوه اكس اكس اكس، شفتوا ضغطة الاكس، لو في اي تاخير كان زماني وقعت على طول. اطلع 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 يا لارا، انجزي يا لارا. اوه طلعنا. اوه خلاص عدينا عدينا يا جماعة. يا نهار ابيض، التلج كله هيقع فينا، اجري. يلا يا جماعة يلا يلا يلا، نط نط. ايه اكس اكس اكس، شفتوا يا جماعه انا بجرب معاكم سرعه الاستجابه بتاعه الزراير بتاعه الكنترول. اوه 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 اوكي، مفيش اي ديلي ولا اي تاخير خالص، والله ما في. اكس 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 اكس، شفتوا لو في اي تاخير كان زماني وقعت. الدراع شغال كويس جدا، مفيش اي حاجه. واو واو، نوت 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 اكس. اوه يلا خلينا نطلع نطلع اطلع. طلعنا طلعنا الحمد لله، طلعنا الحمد لله. يلا يلا نط 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 نط. اوكي ايه 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 ايه. اوه يلا 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 يلا، عدينا 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 خلاص. ايه 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 اكس. اوه عشان كده يا جماعه حبيت ان انا اجرب معاكم الايد المميزه دي، فعلا بصراحه ايد تستاهل الفلوس ان انت تدفع فيها 50 دولار، يعني مبلغ قليل بصراحه بالنسبه للامكانيات الرهيبه بتاعتها. بس كده يا جماعه، طبعا سايب لكم لينك الشراء بتاع المنتج في الديسكريبشن وفي الكومنتات. نشوفكم فيديو تاني جديد، كان معاكم ابو علي، وكل سنه وانتم طيبين يا رب. سلام.